حسون وشمسي وعبد المحسن ورهف، بنات تنتين واولاد اثنين، ومرضهن بعيونهن. ما بحسن اخذ لهن اربعه اعمل لهن عمليات، صعب علي، ما لي قدره يعني اقوم بحمل هن الاربعه. اللي احنا من صوران من ريف حمان، نزحنا على تلمنيس. عندي اربع اولاد، بنات تنتين وشباب اثنين معاقين بالنظر معهم قرنية، وعندي اربع بنات يتيمات، وما عندي مدخول غير رحمة الله. عملياتهم صعبة وما وأنا مالي قدرة، يعني الأربعة قوم بيها وقت البدن يعملها العمليات. وهلق أنا نزحت على أدلب إلى شهرين، صاحب البيت عطانا يا لا الله، وهلق رجع بده إياه. أخوي نظر وما في شيء، وقام متزوج عنده أربع بنات، وأبوي نظر مثلي لأنه وراثي المرض لحنا تبعنا. يا اخوي الوحيد اللي كان ما في شيء نظره، يعني بيشوف نظامي، كان هو ابوي بصوران ضربت الطياره واستشهدوا الاثنين. استشهدوا الاثنين، كانوا بصوران من 5 سنوات، وهلا احنا بعين بينا بس امي ووالدتي يعني فقط، يعني عايشين عيشه صعبه، ايش بدنا نسوي ووضعنا. كثير بتعب يعني نفسيتي، بضل بحسب لقدام انه هالاولاد هدول انا صابني شيء، منين بدهن يسعى، منين بدهن يجيبها، منين بدهن، يعني كثير بتاثر انا على هالشيء. هاد شباب اثنين وبنات صبايا تنتين بتاثر كثير عليها.